الأهم من بعضها. كيف تقرأ هذه القرارات؟ يعني اولا خلينا نقول ان المنتدى يعني لانه حصلت جدل كتير حوالين المنتدى، المنتدى ده بيعد واحد من يعني اهم المؤتمرات واهم الخطوات اللي بتقدم مصر للعالم وبتقدم يعني شباب مصر للعالم، وبالتالي احنا بننفتح على العالم عبر هذا المؤتمر والمنتدى، وما يقدمه هذا المنتدى يعني لا يوازي اي دعايه ممكن تتعمل لمصر، وبالتالي خلينا نؤكد على انه يعني المنتدى في حد ذاته قيمه كبيره. صحيح. على القرارات ان النتيجه عن المنتدى التي اصدرها الرئيس 10 قرارات في منتهى الاهميه، منها اعلان اسوان عاصمه للشباب الافريقي، اعلان شرم الشيخ مدينه للتكامل العربي والافريقي، تكليف الاكاديميه الوطنيه لتدريب الشباب بقى برنامج لتدريب الشباب العربي والافريقي، وكمان يعني تبني الدوله المصريه لاقرار مبدا الحفاظ على الحياه ومكافحه الارهاب. اتفضل يا فندم. يعني انا خليني اتكلم فيما يخص يعني اهم هذه، طبعا كل القرارات العشر قرارات مهمين للغايه، لكن خلينا نقول ابرزها واهمها وهي تبني مصر لقضيه في منتهى الخطوره، قضيه الارهاب، لانها قضيه عالميه ومش بتمس مصر بس، لا بتمس العالم اجمع. يعني كل الدول، حتى الدول التي كانت راعيه للارهاب يوما ما اصبحت يعني تحت مرمى نيران الجماعات الارهابيه، وبالتالي العالم اجمع الان يجمع على فكره يعني مكافحه الارهاب. مصر والرئيس السيسي في اكثر من لقاء وفي اكثر من مره يعني كانوا يؤكدون على لابد ان تكون هناك تحالف دولي حقيقي لمكافحه الارهاب. هناك توصيه اخرى دكتور محمد، تشكيل مجموعه بحثيه متخصصه في تحت اشراف اداره المنتدى لدراسه الايجابيات والسلبيات الناجمه عن الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي. يعني طبعا دي واحدة من اهم القرارات المهمة للغاية، كنت لسه هنقل عليها مباشرة باعتباره قرار في غاية الاهمية. صحيح. هذه الوسائل تلعب دور كبير في اطار الجيل الرابع والخامس للحروب. صحيح. لانه وسائل التواصل الاجتماعي اصبحت يعني كل مواطن على وجه الكرة الارضية يمتلك وسيلة اعلامية خاصة به ويستطيع من خلالها انه يبث اخبار كاذبة، واحنا شايفين يعني الجماعات الارهابية حول العالم كيف تفعل من خلال كتاب إلكترونية لنشر الزعزعة وأمن واستقرار الأوطان عبر هذه الوسائل الإعلامية، وبالتالي بالفعل لابد من وجود خطوة إيجابية في إطار يعني تنظيم هذه الوسائل والتعامل معها. هناك قرار آخر دكتور محمد، تكليف مجلس الوزراء بتشكيل لجنه تشمل وزارتي التضامن الاجتماعي والخارجيه، ومهمه هذه اللجنه اعداد تصور شامل لتعديل القانون المنظم لعمل الجمعيات الاهليه والمنظمات المجتمع المدني داخل مصر، ودي قنبله موقوته الحقيقه عانت مصر منها كثيرا، وكله تحت شعار الحريات. استاذ محمد، نعلم جميعا ان هذه الثورات الملونه يعني حول العالم وليس فقط في منطقتنا وليس فقط في مصر، هذه الثورات الملونه لعبت من او كانت احد اهم ادواتها هي منظمات المجتمع المدني تحت دعاوى الحريات والوعي بالديمقراطيه، كل هذه الجمعيات وكل هذه المنظمات التي تحمل مسمى المجتمع المدني لعبت ادوارا سلبيه للغايه وتم استغلالها بشكل سلبي للغايه، وبالتالي لابد من وضع قانون حقيقي لتنظيم عمل الجمعيات الاهليه ومراقبتها يا فندم. طبعا لابد من ان تكون الدوله والاموال اللي داخلها واللي خارجه منها بتتصرف فين وبتعمل ايه، المساله في المجتمع ما تبقاش مشروعات على الورق يتقدموا بيها لبعض المنظمات العالميه ويجيبوا عليها ملايين الدولارات وتستخدم في الاخر في تفخيخ هذا البلد او تلك. استاذ محمد، خلينا نؤكد على فكره اصلا ان هذه يعني هذه المنظمات يا دكتور لا تمنح اي حد، الى جانب في برضه القرار الخاص بالمياه وترشيد استخدام المياه. طيب اشكرك الدكتور محمد سيد احمد، استاذ علم الاجتماع السياسي. بعد الفاصل، مواطن قطري يستغيث لانقاذ والده من غطرسه.